ولكن ليعلم أن الجهاد له شروط، من شروطه القدرة، من شروط الجهاد القدرة. فإذا كان المسلمون عاجزين عن القيام به فإن الله تعالى لا يلزمهم به، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال إلا حين كان له دولة وشوكة وقوة. وليس من العقل والحكمة أن نقاتل ونحن لا نستطيع القتال، لأن معنى ذلك تسليط عدونا علينا حتى يبيدنا. فمثلا لو أن رجلا خرج بسيفه وخنجره ورمحه إلى رجل معه الصواريخ العابرة للقارات والطائرات وما أشبه ذلك، وقالنا بقاتل في سبيل الله، نوافق على هذا؟ ما نوافق، لأن قلنا معنى ذلك أنك أظهرت نفسك للعدو، ولكن تربص به حتى يأتي الله بأمره، والله على كل شيء قدير. طيب، ويستفاد من هذا من